عالي قوي يعني. التزم بالطريق، قلت لك التزم بالطريق، استنى شوي. طب ثانيه واحده، موف اوت ذا واي مان. دي كده ولا كده؟ مش ماشي لا كده ولا كده. اورايت ذاتس ات. Take it easy, Ahoy's. اهلا اهلا باشا، اتفضل قيام. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا استاذ. جلوس. اعرفكم بزميلكم الجديد رمزي باشا، لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه اخوكم. اخوكم ده ايه؟ اعتبروه الناظر. الا مؤاخذه، انت احسن من اي ناظر. وانا ام ادوار اتفضل اقعد اول تختي. لا 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 لا، هو سي ان ذا باك. ايه ده؟ ان ذا باك. انت وشوقك ان شاء الله تقعد في مكتب الناظر. اتفضل. حاجة كده على مقوسم بالهنا والشفة. Thank you. تأمرش بحاجة تانية؟ كاتشوب. ليه؟ هو احنا وصلنا معاك في حاجة؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay? ده واجب علينا برضو. انت فصلتني. انا افصلك؟ ده انت ابن الوزير. ده انت اللي هتفصلني. You take drugs as well. انجليزي ابن وزير بقى. في حاجة؟ I see you looking at my food, يعني في حاجة. هذا انت منورنا يا محمد. لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيل هاني يوم بالغباوه اللي فيك دهيا. اجري على السفطه والعجلات، قول الاستاذ رمضان بيقول لك عايزها تيوتي قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بقى موتوسيكل. يلاقي موتوسيكل ليه؟ فرومك انت واللي خلفيتك. غور غور يعني ناقصك. نبي يا رب تعترني في الواد اللي قلبني في التير على زرع بصل ده. يا رب ندرين علي يا رب، لكن دابح ارنب بفرقه على البلد كله، بس عطرني فيه. يا مهندس بلد جديد جاي من مصر يا استاذ رمضان. اما اسالك تبقى ترد مش من راحه. ايوه يا اخويا ارقص. ايوه الدلع عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات، تاني هخليك الفت. انزل واطلع، انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلقه يا ولد؟ الايبود. الايبود ده والايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا، بص بقى أني هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحدة ونص. اسمع كده. ايه رأيك؟ فتحي باشا يا أساتذة، مدير مكتب معالي الوزير جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا، واحنا كلنا خدامينه. في ألعاب معينة يحب يلعبها رمزي باشا؟ رمزي باشا بيلعب سكواش، عندكم ملاعب سكواش؟ ينوجد الكيس نجيبه. هو احنا مش كان عندنا كسواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي. يا فندم احنا نعياله. ايوه معالي الوزير، انا في المدرسه. مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايته حاجه، تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط،
وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع لابوار يبعت يوميا دست الجاتوه لرمزي باشي عشان نفسه تتفتح على المذكره. ايه ده زلزال؟ ايه يا علاء بتجري ليه كده؟ استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد. انهي واد؟ يا نهار اسود استاذ رمضان، استاذ رمضان. الوكيل يمالها بردت كده ليه؟ ولا اني باينني جعان؟ كان مستخبي لنا فين ده كله يا ربي؟ هيرفضوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفض وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي، ده انا ماليش في الدنيا غيره. امن عليك يا رمضان، اول ما توصل مصر تروح السيده نفيسه تقرا لها الفتح وتطلب من ربنا يخرجك من الشده اللي انت فيه. مدد يا ستني. وامن عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازه ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. وامن عليك يا رمضان، تجيب لي حته قماشه 6 متر من بيتي اعملهم جلابيه. امي عايزه قماشه من بيتي. دي مهزله، المدرسه دي لازم تتقفل. استنى، كلكم لازم تتحاكموا. ما عليه باين عليه مزاج وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. 6 حالات جواز عرفي عندك في المدرسه، الاطفال عمرهم ما عداش 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي، يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معالي الوزير، محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه. رمضان مبروك ابو العالمين حمودة، خليه يدخل. يا اعدل الناس، يا اعدل الناس الا في مخاصمتي فيك الخصام وانت الخصم والحكم. انت الخصم والحكم. نعم. وعشوية اخلص سمحت يا معالي الباشي، انا جاي النهارده عشان ابص الايادي، ولو في حاجه تاني غير الايادي مستعد ابص. الهي ما واروح، الهي اتشل واقع قدام سعادتك مسؤول على المكتب دوت، الهي يدهسني قطره ويفرق كل حته فيا في حته، الهي يدب فيا ده النتالي والناس ما تطيق ريحتي. اني ما كنت اعرف اني معاليه يبقى ابني معاليك. انت اللي ضربت ابني. لا مش انا، مش انا، هي ده، هي ده، هي الهي تنشلي، كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على بعلي. ومين بقى اللي قالك ان انا زعلان منك؟ بالعكس، ده انا سعيد وفخور بيك جدا. وبالمناسبة ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مرة من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بيه؟ يعني معاليك مش زعلان مني انني ضربت معاليه؟ بالعكس،
انت هتاخد مكافأة يا أستاذ رمضان. مكافأة؟ يو داريو. الأستاذ رمزي ابن سعادتك. أستاذ رمضان؟ اتفضل اتفضل. أهلا يا أخويا. أهلا يا شملول. وعكم فاكر إن أبوك اللي واقف دي هيحوشك عني؟ لا يا أخويا، تعال أدوف قدام هنا. تعال أقف هنا. تعال هنا. أوكي دونت تاتش دونت تاتش دونت تاتش. طب وقفتش قدام لياد زي ما قلت لك. I'm fine. I'm fine. طب اسمع يا أخويا. Fine. أنا دلوقتي هقول لك جملة تعربها قدام معالي الوزير. ويمين ثلاثة إن ما أعربت صح لكن مدك في مكتب معالي الوزير. ها؟ اعرب يا أخويا. أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. اعرب. لم أداة جزم؟ أيوه. يستطيع فيرب مضارع. فيرب؟ فيرب تاني؟ خلاص. فيرب تاني؟ خلاص خلاص. يا معالي الوزير بيقول سعادتك فيرب. معلش فيرب. يعني أنا ما درست لغة عربية ولا لغة إنجليزية. خلاص يا أستاذ. فيرب يا ولد. بتحرجني قدام معالي الوزير. عشان خاطري عشان. ماشي. بسم الله ما شاء الله. دي معجزة يا معالي الوزير. أنا مش قادر أصدق لا وداني ولا عينيا. سعادة الوزير أنا محتاج الأستاذ رمضان عندي في المدرسة، هو ده اللي هيعدل الميلة وبالمرتب اللي هو عايزه. ها؟ إيه رأيك يا أستاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي. بس أنتوا فاجئتوني، أنا كنت عامل حسابي إن أنا جاي أتحبس. الموضوع جه فجأة، فسيبونا يعني نستخير الست الوالدة وناخد يومين ثلاثة نفكر واللي في الخير يقدمه ربنا. أخوك رمضان مبروك أبو العالمين حمودة مدرس اللغة العربية الجديد. تشرفنا يا أستاذ رمضان. فريد باهر مدرس الساينس. هو فين دي؟ أنا فريد باهر. أهلاً وسهلاً تشرفني. المدرسة ده هي بتيجي لها كم فدان؟ فدان؟ اللي أقول لي يا أستاذ فريد، هو أنت ما عندكش حصة ولا إيه؟ فاضي يعني؟ فاضي فاضي إيه بس يا أستاذ رمضان؟ أصلي شايفك يعني ماشي براحتك في المدرسة ما وراكش حاجة. تخيل.